طلاب الأعزاء ورحمة الله وبركاته، اليوم سنقدم لكم درسنا الجديد للصف السادس الإعدادي بفرعي العلمي والأدبي، وعلى الأبواب الدور الثاني منكم من مؤجل، ومنكم من لم يمتحن، ومنكم من نجح من الخامس إلى السادس للاستعداد إلى الصف السادس. أسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. اليوم درسنا هو في الأدب الإنجليزي، The Canary، قصة كناري، Story of Canary، قصة الكناري. The Canary Writing by Catherine Mansfield، هاي قصة الكناري الكاتبة كاثرين مانسفيلد. إذا قال لك يعني من كتب قصة الكناري أو بواسطة باي بواسطة، قل أنت كاثرين مانسفيلد، وهي قصة راح أشرحها بالعربي، مقدمة للعربي وحتى تسهل الفهم بالإنجليزي. كاثرين مانسفيلد هي كاتبة نيوزيلندية. قصة الكناري اشترت طائر لأنها كانت تعاني من الوحدة، اشترت طائر، هذا الطائر هو الكناري، البلبل الكناري شايفينه كل احنا. فهو صار الرفيق مالتها يعني لوحدتها. وهنا هذا ملخص كامل، يعني أسئلة مهمة، عفوا على الإضاءة، يعني هذا الملخص كامل جدا مهم. أول نقطة، when and where was Catherine Mansfield born، متى وأين ولدت Catherine Mansfield؟ Catherine Mansfield she was born in 1888 in New Zealand. When did Catherine Mansfield die؟ متى، هاي النقطة الثانية، متى توفيت؟ توفيت Catherine Mansfield، she died in January 1923 at age of 35، يعني عن عمر نازل 35 عاما. What Catherine Mansfield؟ What is Catherine Mansfield؟ يعني ما هي Catherine Mansfield؟ أي اسم. She was، إذا قال لك Divine Catherine Mansfield، يعني عرف Catherine Mansfield. She is a well-known modern writer from New Zealand، هي كاتبة معاصرة ومشهورة من New Zealand. Why did the lady in Canary in the canary forget evening star؟ هذا مهم جدا جدا مهم. لماذا سيدة نسيت نجمة المساء؟ The women forget evening star because the canary came into her life، لأن الكناري دخل في حياتها. When did Catherine Mansfield move back to London and what has she become؟ متى عادت إلى لندن وماذا أصبحت بعد ذلك؟ She moved back 2 years later and she has become now well-known modern writer، يعني عادت بعد سنتين من السفر وقد أصبحت من الآن من كتاب المشهورين في العصر الحديث. When did Catherine return to New Zealand what she begin، متى عادت إلى نيوزيلندا وماذا أصبحت؟ She returned to New Zealand in 1903 and she began to write short story، أكتب وبدأت بكتابة القصص. After her death what does Catherine Mansfield remain famous for، لماذا بقيت كاثرين مانسفيلد مشهورة حتى بعد موتها؟ She remains famous
for he collections of poems and short stories. بقيت مشهورة بفضل مجموعتها من القصائد والقصص القصيرة. What are Kasima's main works؟ يعني ما هي أهم الأعمال الرئيسية أو أهم الأعمال؟ هي هي main works are Please and the Garden Party، هي النعمة and وحفلة الحديقة Garden. هذا مهم مهم هذا السؤال. What did Kasim move to London؟ يعني لماذا انتقلت كاثرين إلى لندن؟ She moved to London 1903 to study music at Queen Gall College. انتقلت إلى لندن لتدرس الموسيقى في كلية الملكة. Where did the women in the canary use hang the can؟ هذا مهم جدا. أين اعتادت المرأة أن تعلق القفص عفوا على الإضاءة؟ لأن هذا الجهاز مدة ويختفي الإضاءة، فلذلك أكرر اللمس عليه. هنا وين وصلنا احنا؟ إذا البسمار، هذا نقطة 11. She used to hang the canary cage in the big nail to the right of the front door، يعني على المسمار الكبير في اليمين قرب الباب الخارجي. هذا مهم جدا. What did the women in the canary suffer؟ ماذا كانت السيدة تعاني؟ تعاني she suffered from loneliness. تعاني من الوحدة. How does the story of the canary end؟ كيف انتهت القصة؟ انتهت القصة بموت الكناري. It ends sadly by death of the canary. انتهت القصة بموت الكناري. In the canary what were the people carried away by؟ يعني بماذا كانوا الناس ينشغلون؟ They were carried by the wonderful songs of the king، يعني بأغانيه الرائعة، يعني أغاني المراد بها هو الصفير مالته التغريد. إن شاء الله يكون هذا الشرح جيد ومفهوم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس، وشكرا لكم وإلى اللقاء، وإن شاء الله انتظرونا. سأشرح لكم قصة محمد خضير The Song الأرجوحة إن شاء الله. دمتم بخير إن شاء الله.